ازاي اعمل الكورس بتاع الفوكال. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، حلقة جديدة في ميكس ما بين الموسيقى وما بين هندسة الصوت. الموضوع ده ليه علاقة أساسية بالغنى، بمعنى ان انا دلوقتي لو انا عندي مثلا اغنية بعملها وفي صوت هيطلع في وسط الاغنية اللي هيبقى الكورس بقى، اللي هو المردات بتاعت الكورس اللي هي مع الفوكال، او لو انت عاوز تحسن الفوكال نفسه يبقى فيه اتنين خطين تلاتة ماشيين مع بعض من اللحن ماشيين مع بعض، ايه القواعد اللي انا يعني ممكن اتبعها في الموضوع دوت. والله الموضوع دوت عشان نطلع الصوت جميل دوت لازم الاول نفهم طبيعة الهارموني دي ايه. الهارموني دوت عبارة عن انك انت بتحرك كذا لحن مع بعض في اتجاه واحد، والتلاتة متوازيين مع بعض، او الاتنين او التلاتة او اللي انت العدد اللي انت هتحركه يكونوا متوازيين مع بعض وماشيين وبيعملوا توافق لحني، الودن تسمعه وتقول الله ده حلو قوي، ايه ده. ففي ناس كتير عملت تجارب ان ازاي تحط الديت على ديت تطلع ايه وديت على ديت تطلع ايه، وغالبيه الناس دلوقتي بتستعمل معادلات اوريدي موجوده، يعني الحاجات دي اوريدي خلاص الناس جربتها والناس بتسمعها وبتعملها، بس انت ما فيش مانع انك انت تعمل حاجه مميزه خاصه بيك انت في حته معينه انت اكتشفتها وانت عايز الحته دي في الاغنيه دي عايز يطلع فيها الصوت اللي ليه ابعاد معينه، مثلا ممكن الناس ما تقبلهاش في لحن تاني بس في اللحن ده هتبقى ماشيه، يعني انت المجال مفتوح انك انت تقدر تجرب. طب ايه اللي انت بتتكلم عليه دوت، اللي انا بتكلم عليه دوت بيحصل ازاي؟ هنعمل تجربة عملية دلوقتي وهنشوف بنفسنا هنعمل الهارموني بتاع الكورس دوت ازاي وايه القاعدة بتاعته. جبنا عدة الشغل اهو، وانا حاطط الميكروفون قدامي عشان الميكروفون ده هو اللي هينقل الصوت بتاعي اللي انا هسجل بيه اللي احنا هنقول عليه دلوقتي الهارموني بتاعي اللي انا هغني الاغنية دي عليه. الأغنية بتاعتي كلنا سمعناها، يمكن مشهورة، هي من الفولكلور الصعيدي عندنا في مصر. يعني الأغنية بتقول: نعناع الجنينة المسقي في حيضانه، شجر الموز طرح ضلل على عيدانه. وهي من الأغاني الفولكلورية الشعبية اللي كانوا في الأفراح بتاعتهم، كل مثلا ما يجتمعوا الرجالة مثلا في دايرة كبيرة والكوبليه الرئيسي شغال، وبعدين كل واحد بيألف بيت عليه، فبقى من تأليف البيوت ديت ابتدت بعض بيوت الشعر ديت تبقى لأنها كانت صالحة جدا إنها تبقى، فبقت من الفولكلور يعني بتتناقلوا الأسر وبتتناقلوا الحضارة المصرية من جيل لجيل لجيل لجيل، ففضلت عندنا أغنية نعناع الجنينة ديت بيغنوها في كل الأفراح إخواننا النوبيين، فبقت من التراث المصري الأصيل. فالاغنيه ديت لو احنا غنيناها انا هغنيها من سلم السول ماجير، هستعمل لو احنا بنذاكر مع الباترنز بتاعتي بتاعت السكيلز او السلالم اللي موجوده عندي في كورس الار جي تي وموجوده في قائمه السلالم لوحدها، راجع الاثنين هتلاقي ان في باترن منهم بتبدا من الوتر السادس بالصباع الثاني 2 4 1 2 4 1 3 4 واحد تلاتة أربعة اتنين أربعة واحد اتنين، سلم السول ماجير، أنا ببدأ من السول وهنتهي عند السول. فطبعا عشان الأغنية بدايتها سول لأن هي من سلم السول ماجير هتبقى نعناع الجنين بدايتها من السول. نعناع الجنين المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. ده الميلودي بتاعها ماشي كده. طيب نسجل بقى على اللوبر بتاعي الجملة ديت. هسجل ايقاع اساسي كده معايا بالجيتار يعني عشان اعمل عليه الهارمونيا.
نسجل بقى الفوكال بتاعنا. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. حلو كده؟ احنا كده سمعنا الدرجة الاولى من السلم، او الاغنية بتبدأ من الدرجة الاولى من السلم، السول ماجير، سول سي. هنطلع بقى من الاساس التالتة بتاعت السول. التالتة بتاعت السول ايه؟ سول لا سي. تخيل هبدأ اللحن من السي بس هعمل لحن موازي ليه، فالسي عندي هتبدأ هنا، المسافة تالتة أول واحدة، نعناع الجنينة المسجي في حيضانه. شوف انت عملت نفس اللحن، الجملة نفس الجملة بس بدأتها من التالتة، بس حافظ على انك تبقى في نفس السلم، ما تخرجش برا السلم، فكل النوت اللي معايا في السلم همشي عليها، يبدأ من السي. طيب نسمعها بقى مع التوتال هيبقى طعمها ازاي. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. طيب احنا سمعنا دلوقتي التالتة، طب في حاجة كمان اسمها الخمسة. لو انا اشتغلت مع النغمة الاساسية اللي هي سول، ودي التالتة بتاعتها، ماشي، هخش على الخمسة بقى اللي هي الرابعة، هتبقى دو، الخمسة هتبقى الري، هخش بقى الري التالتة برضو بتاعتها، نعناع الجنينة المسجي في حيضانه. لازم اجربها مع الجيتار وانا بغني، طبعا هي عالية عليها شوية. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه. عادة ما هتلاقي في الاستوديو هتلاقي واحد ماسك كيبورد مثلا وبيقول للمطرب التالتة بتاعتها ايه، الخمسة بتاعتها، يديله اللحن الاساسي، وفي ناس ما كمان بتقفل ودانها خالص، تقفل مش عايزة تسمع اللحن الاساسي عشان تسجل اللحن الجديد، لان ده يعتبر لحن جديد. يعني لما نيجي نغني مثلا ديت، ده لحن تاني خالص غير الاولاني. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه. طب نسمعهم بقى التلاتة مع بعض. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه. نعناع الجنينة المسجي في حيضانه، شجر المصطرح ضلل على عيدانه.
ظلل على عيدانه نعناع الجنين المسك في حيطانه شجر المسترح ظلل على عيدانه نعناع الجنين المسك في حيطانه شجر المسترح ظلل على عيدانه. دي واحدة من الطرق، يعني واحدة من الطرق. في ناس كمان هتضيف السبعة، السبعة اللي هي ادي سول وادي السول التامنة، هنزل منها السبعة هتبقى فا دييز. ده اداني لحن تاني خالص. نعناع الجنين المسج في حيضانه شجر المسترح ظلل على عيدانه. طب نسمعها مع الأولى والثالثة. نعناع الجنين المسج في حيطانه شجر المسترح ظلل على عيدانه نعناع الجنين المسج في حيطانه شجر المسترح ظلل على عيدانه نعناع الجنين المسك في حيطانه شجر المسترح ظلل على عيدانه نعناع الجنين المسك في حيطانه شجر المسترح ظلل على عيدانه. دي السبعة ادي طعم تاني مع الأولى، الأولى والسبعة ادوا طعم تاني خالص للمقطوعة. فلو عملت كمان هيبقى صعب جدا أولى وتالتة وسبعة. فأنت فعلا لازم الراجل اللي بيسجل الفوكال دوت يكون ذهنه صافي ومهندس صوت شاطر، هيطلع له اللحن الأساسي وهيديله النوتة اللي يبدأ منها. دي غير النوتة الأساسية. الجنين المسك في حيطانه شجر المسترح ظلل على عيدانه. أحيانا كمان بينزلها أكتاف، يعني لو لقيت الخمسة دي عالية على قوي على المطرب اللي يغنيها هينزلها خمسة داون، يعني الخمسة دي قولها مثلا بس ينزلها تحت، يعني بدل ما تبقى الري من الجواب ترجع تاني للري تبقى قرار مثلا لو اللي هي أغلظ أغلظ أكتاف. فأنت لازم فعلا يكون واحد فاهم هو بيعمل إيه من الناس اللي بتوزع موسيقى، عشان هيقول للراجل الفوكال دوت أنت هتقولها من المكان دوت وبتاع. ده يا جماعة الفرق ما بين الناس اللي بتعمل اي زيطة وخلاص وبين الناس اللي فاهمة موسيقى. مفيش موزع موسيقي بيقعد كده يعني يرش الالات على الناس وخلاص وده ده اسمه موزع، ده 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 يعني ما اسموش موزع خالص موسيقي. يعني الموزع الموسيقي فعلا فاهم هارموني وفاهم حدود كل آلة ايه، حدود الاصوات البشرية ايه، وبيطلع طبعا الفوكالز والهارموني والكورس والحاجات دي كلها بيركبها مع الالات ديت. عشان كده تسمع مثلا الكل الاغاني اللي معمولة بدون ما الناس تكون فاهمة، تلاقي صوت المطرب في الكورس مسرسع خالص ومتأرجز ومعاملينه من المتأرجز جاي من أرجوز، يعني صوته زي الأرجوز كده متأرجز جايبينه باليوتيوب بالأوتو تيون، هو عامل صوت صناعي خالص. مفيش بني آدم هيتكلم بالطبقة دي خالص، مفيش راجل هيغني كده مسرسع بالمنظر ده، ولا في ست هتغني بس بالغلظة ديت، واخد بالك؟ فكل الناس اللي بتستعمل الأوتو تيون ده لو هي مش فاهمة حاجة هتطلع لك الصوت اللي احنا بنسمعه دلوقتي في أغلب الأغاني بتاعتنا، وتلاقي الأصوات يعني بشعة طالعة مش ممكن تتخيل ان ده فعلا عمل موسيقى عمل فني. بالنسبة لي يعني انا بحب الطبيعة وبحب الناس اللي صوتها طبيعي حلو وبحب الناس اللي بتعمل هارموني طبيعي. ليه بقى اسيب العلم كله واعتمد على الجهل واعمل اصوات وحشة واعمل ترتيبات او تركيبات اصوات ما تنفعش؟ بالنسبة للهارمونيزيشن دوت طبعا برة في 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 الغرب بالذات بحكم الحياة بتاعتهم في تطور فن جديد اللي هو فن الكورال او فن الكواير بيسموها. فانك انت عبارة بيجي مجموعة رجالة وستات وممكن حتى كمان شباب واطفال وبيغنوا كلهم
مع بعض، وبيبقى في راجل مايسترو قدامهم بيقول لكل واحد، قول لكل جروب من الاصوات بيمثل طبقه معينه من الاصوات. في اصوات رجاله هتلاقيها غليظه، اصوات رجاله هتلاقيها احد شويه، صوت رجال حاده جدا، اصوات ستات هتلاقيها حاده قوي، اصوات ستات في المتوسط، واصوات ستات قريبه من الرجاله شويه. فانت بيعملوا توليفه من الموضوع ده في اغنيه مشهوره هم عاملينها، او اغنيه مكتوبه مخصوص للكورس. حتى انت كمان ممكن تعمل اي اغنيه تعملها بالطريقه ديت، مش محتاج آلات موسيقية، لأن الهارموني بتبقى متوفرة عن طريق المجموعة دي كلها بتغني، كل واحد بيغني طبقته وبيغني الخط المخصص ليه، فبيطلع إنتاج فني جميل جدا، وبتلاقيهم في أعمال فنية. أنا مش عارف إحنا ما بنعملش ده ليه، ليه إحنا ما بنطورش فن الكورال عندنا أو فن الكواير عندنا. الموضوع ده مش محتاج فلوس، مش محتاج فلوس، مش محتاج آلات ولا أجهزة ولا بتاع. انت محتاج 5-6-10 واقفين في أوضة، واحد قدامهم فاهم موسيقى، بيعلم كل واحد يغني الجزء دوت من لحنه، بيطلعوا أصوات جميلة جدا وألحان جميلة جدا. احنا حتى الآن ما اكتشفناش هذا العلم الجميل. ليه بقى احنا مش عايزين نتعلم هارموني؟ احنا عايزين نقعد قدام الكمبيوترات نركب لوبس وبتاع ونطلع اغاني ونحط على اليوتيوب ونعمل 700 مليون مشاهدة ونقبض فلوس، وهي خلاص كده بقى، هي انتهت لكده يعني. فاتمنى ان احنا نكون فتحنا عينين الناس على الهارموني والصوت البشري، ان احنا ممكن نعمل بيه حاجات كتيرة جدا. ممكن تستعمل الكلام ده في اغانيك او الحانك، وممكن تفكروا تعملوا كوايرز او كورال، وتغنوا الاغاني بتاعتنا الجميلة اللي فعلا ممكن تنفع يطلع منها حاجات جميلة جدا من التراث العربي المصري والعربي بصفة عامة. هتقدر تطلع منه فعلا الحان جميلة جدا ممكن الناس تستمتع بيها قرون جاية. واشوفكم الحلقة الجاية.